أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وإذا تليت عليهم آيات زادت هم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومن أولئك هم المؤمنون حقا
لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فالله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا على الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم.